حبايب قلبي، يا رب النهارده التحدي يعجبكم كده وتعملوا لنا اشتراك ولايك وشير وحاجات حلوه. بصوا المحشي بقى كان خطير، احنا ما نقدرش نستغنى عن المحشي يا جماعه. شيلوا لي ما باكلش غير المحشي، احنا ما نقدرش نستغنى عن المحشي. المحشي وجماله، حطوا لنا لايك وكملوا الفيديو. شوفوا احمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صل على النبي، نكسب الصلاه على النبي. النهارده تحدي جديد، ويا رب يعني حد على الحل ولا يخسر هيلبس الحل. ايوه يلبس الحله، ده حلاوتها اللي فيها كده. لا اللي يخسر هيلبس الحل بالشالوب على دماغه. وانا موافقه. ماشي، ولو ما عملتش كده ماشي هزعلك قدام الناس دي لو ما لبستش الحل. طب يلا تعالوا شوفوا. يلا المحشي انا عندي اكتر مني. بنت ليه بتستغل موقفي؟ ماله موقفك؟ موقفي صعب خالص، بعدين وجعني والله. الحمد لله. بص انا قد ايه؟ طب بذمتك ودينك انا اكتر ولا لا؟ شايف؟ اهو. طب خلاص انت اكتر، انت اكتر، مفيش مشكله. اشيل بقى من عندي سبعه؟ بقول لك انا اكتر. انت اكتر؟ اه انا قلت لك انت اللي اكتر. ما الحله دي عريضه يا بابا، دي ضيقه فمبينه اللي دون كتار. ماشي طبعا. انا بتاعه يا جماعه ما فيهوش ماشي، هو مش بيحبه ما بيحبوش خالص. بصوا فهو هيفضي الاول وبعدين انا بعديش هفضي المايه بتاعتي. بص انا هفضي بضمير عشان ما يبقاش في حاجه تحت عشان ما البس الحل، عشان مش هيبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها ميه والله. فضي ميه كتير؟ فيها ميه شويه، خديهم عندك. انا هعمل حاجه حلوه، بص هفضي الميه دي كده اهو عشان لما يجي يلبس حلته يلبسها بميته. لا انا حلتي ياما، انا مش هاخد حلتك. يلا ده بتستهبلني. ايوه خش لجوه كده. شفتك؟ استني يا سلمى، خش. شفتك؟ استني اهو. ده خر عليه من الخرم. هات مناديل. طيب هات مناديل. انت فاضي من الحله ولا من الخرم؟ من الفتحه. من الفتحه والله العظيم. وسخن مولع. ده انت دهولت البنطلون. دهولت ايه؟ ما هو سخن مولع بيحرق في جسمي. هات المنديل بسرعه، حط لنا على السجاده. اتعمل في العقاب قبل ما ابدا. بس انا فضيت التليفون اتهز للناحيه دي شويه صح؟ والله العظيم يا اولاد انا حاسه احساس ان انا حتى اكتر منه والله. بصوا لا ساعتني، عاوز ايه تاني؟ انا في صباع بعيد اهو. انا لازم افضي الحله كويس، انا كمان لما احطها على دماغي. عاوز افتحها اهو. بلي بلي دلوقتي. لا مش عايزين رن. يلا نبدا. باين اهو بتاع اهو، باين اهو. بص عشان بس هو الرومي بس عامل اهو. انا كنت بتاخد الرومي ليه؟ اهو الاكل اهو. دخله كده. لا ما تفرجهوش قوي كده عشان ما يبرد، مش انت بتحبه برد؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد التحدي دوت. انا قلت واحد بس، ما قلتش حاجه تاني. ماشي كل انا خدت صباحي. يلا بسم الله. في حد قايل في البعت لفريال اللي هي تدعي لهم فاكره الاسامي؟ ضحى وبشرى. ضحى يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم اتمنى منكم، استنوا اتمنى منكم ان تدعوا لهم من قلبكم بالزوج الصالح والزوج الصالح، وربنا يعوضهم خير يا رب. ويعوضهم خير يا رب. بالله عليكم اتمنى منكم لكل الكومنتات تبقى على الدعاء بتاعهم. على فكره يا جماعه اللي بيقول يدعوا لنا دوت، احنا مش الدعاء مش دعاءنا احنا بس، هو الدعاء في حديث لدعاء 40 غريب مستجاب، يعني 40 واحد ما عرفنيش، حد بيدعي لاحمد وهو ما يعرفش احمد، حد بيدعي الفريال وهو ما يعرفش الفريال. الناس والله بيبقوا مستنيين الكومنتات والله يسمعوا. فهو مش احنا، ادعي لاي حد، ربنا يوفق الناس كلها، ربنا يرزق الناس كلها، ربنا ييسر امر كل واحد يا رب. فاللي هو يبعت لنا اللي احنا ندعي لهم ديت بالنسبه لهم حاجه كويسه قوي قوي، وبالنسبه لنا لو ربنا كرمه وتحقق له اللي هو نفسه فيه الواحد بيحس بالفرحه قوي قوي. يعني الواحد لما بيبقى تعبان بيقول لاي حد ادعي له النبي ربنا يشفيه، صغير كبير، عيل صغير، راجل كبير قوي، واحده ست، راجل، الدعاء عموما لاي حد ربنا يفرجه، عشان ممكن انت تبقى في الموقف دوت وحد وتبقى انت محتاج دعوه. فادعوا يا جماعه من قلبكم
انا بتكلم جد. اتكلم اتكلم انت براحتك. ماشي ادعوا من قلبكم كده وبنيه خالصه، ربنا يا رب ينول كل واحد اللي مستناه يا رب ويرزق كل الناس يا رب. يا رب العالمين. ويا رب اكسب ادعوا يا رب اكسب ادعوا لي. استنى كومنتات. ادعوا لي يا جدعان ادعوا لي يا رب اكسب عشان انا ايه اليومين دول. طب اكسب انت محتاج دعاء. الله اكبر في عيني. بسم الله. عشان بتاعك انت صغير يا ربي. وانا اللي عامل ولا انت؟ قرن الفلفل فرقع بيبو فرقع جيش. الله الطعومه. بس انت مليله في الشطه شويه عن كل مره. مولع. لا حلو كده. مولع. بعدين الاولاد انا تعبانه والله العظيم. قبل الفيديو والله انا تعبان والله بطني وجعاني، بس الواحد ما شاء الله بيدول اكل بيدب فيه. بقالي كام يوم جنبي بيشد عليا. ربنا يسترها بقى. يسترها. ما بحبش ارجع للمستشفيات شويه. كده مش 10 دقايق اللي يخلص بقى صح؟ ها؟ اللي يخلص لما نقول ستوب مع بعض. الرومي. اهو. انت بتقولي الرومي وانت ما اديتش ايدك عليه. ماشي. طب ايه ده حكه؟ عايز تضحك عليا؟ ماشي. عامل نسامه. عاوز ايه؟ بقول لك اقطع لي حته مش هطول. استنى بقى بقى من الحته دي. خد يا لهوي. هذا ايه؟ هاي كده عشان ما تبوظش البصمه اهي. شايف انا سامع الصوت الفشاف. يلا خش يا سلمى ما تطلعيش تاني بقى شطور. طب خش الفيديو يلا شطور. انا عرقت. قول يا اخي انا الطبق اللي تحت ده. يا ولاد يا ولاد يا ولاد. المغرب جدا. اسمع المغرب كده. هنكمل احنا اكتر واحنا قاعدين. الله اكبر. الله اعز. اسمع معانا كده. كبار الفلفل كبار. Thank you.
الله اكبر الله اكبر سبحان الله عشان ما حدش يقول حاجه يا جماعه احنا قاعدين بناكل من شويه والاذان ده احنا قاعدين نقول حبه هنا حط حبه هنا لا دي خضره اه كده خضره حاولي حاولي تاكلي رومي خلي احمد المتقطع قدام بص هو جلد اهو بص احنا داخل من جوه عشان اللي جوه ده هتلاقيه اعمل كده اهو الله حلو الاكشن ده ها يلا يلا لا اصل انا حسن مش هلبس حل النهارده وانا ترنج والطرح ده انا خايف على الطرحه بس لا ماليش دعوه العقاب بجد وعايز انفذ العقاب بتاعته بس على فكره انا من قبل الفيديو قلت عليه وعليك ماشي بس انا لو كنت اللي اخترت العقاب ده اقسم بالله ما كان عمله بس هو لما بيختار حاجه بيعملها لما قلت عليا وعليكي بس انا بقول لك اهو انت عشان عارف ان انت هتخسر اه هكسب من هنا خلاص قفلت بس وضوح انا بقى هحاول وهكسب يا احمد ازاي بقى يلا دول خمس صوابع ودول ان شاء الله مش بتوعي والله ورحمة ابوها ما بتوعي ما تشتغلينيش والله دول بتوعي اهو بس والله العظيم والله العظيم انا حتى اكتر مني انا مالي لو كنت حتى لو اكتب كنتش هقول انا مالي كان هقول انت اللي حطيتي لا اله الا الله انسحب انسحب ابن مالي مش هنسحب والله وخليك تاكلهم غصب عنك بطنك توجعك زي امبارح اول امبارح بطني 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 اه دبيت اكلت بعيش ودبيت كان ايه كان اكل ايه كنا عاملين ايه؟ كان ملوخيه بين الرز؟ لا كلها محمره وفرخه لا وكان في حاجه انا اكلتها بعيش لما قلت لي انت اكلت بعيش لا كان يوم الملوخيه بعيش اخر اسبوع ليه يا بابا والفلفل اللي عندك ده بيعمل ايه؟ خايفة انا باكل اهو والله الفلفل طعمه جميل قوي حد بيحب ايدي بنت ما اقطع لك قدامك اهو انا عايزه من الدبوس عايزه من الورك طلع ايه انصحي لا ما تخلص كل اللي عندك يا كده عاوز تعمل فين عقاب عاوز انا اقعد من بعد الاكل عاوز اقول يا بطني حضرتك فجر براحتك مش هتعمل فيها عقاب اخليها انا بقى اقول ايه يا بطني اهو كلب اهو حاسس الزرار فاضل لي شويه الرز دول عشان يفرقع بتاع البنطلون قادرة جميل المحشي قوي على فكرة معلش قوي في الفيديو ده محدش يقعد يقول لك ايه ومش حرية على فكرة قوي هو مع السخونية تحس انه حرية شوية بس لما يبرد مش هيبقى حرية انت هتعمل حمام ولا ايه؟ الاكل مش هينزل في معدتي نازل كانه ايه؟ أزقه.
خدي شويه ميه. اكتساح 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 اكتساح. اه يا معدتي كفريه، انا مش هلبس حله لو اتنططت مستحيله. شوف لك عقاب تاني. يا مش عاوزه تلبس حله. الناس بتقول في الكومنتات احنا عايزين عقاب، مش عايزين من نفس الترابيزه، وانتوا بتعملوا العقاب من نفس الترابيزه. عايزين تغيير في العقاب فعلا. احنا هنحاول نغير شويه. لا 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 الترابيزه لا من ايه عمال يسقع. لا 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 والله لا والله ده انت اقسم بالله لسه دلوقتي. ايه يعني مش تحت تصرف حبك كلها؟ اقسم بالله لسه لابساها. والله الميه وصلت لحد تحت فاكره؟ خلاص احنا متضايقين. طب الميه ساقعه. لا لا والله هو انت كنت حاطط ميه بارده؟ وبعدين انت تسيب لي حبه صغيره في الكوبايه دي كلها؟ لا والله مش هحط لك دول كلهم. لا والله دي ولا الحله؟ فاكرين لما فتحت عيب كده والله العظيم المايه حد تحت. اقسم بالله لسه مغيره هدومي كلها. والله المايه حد تحت. هيدور لي هدومي. استنى يا احمد انا هعمل عقاب الحاله ماكش فيه بقى. هعمل عقاب الحاله يا جماعه. ماشي يلا. حط كوبايه عشان اقسم بالله لو ضغطت عليا ميه انت حر. انا هعمل عقاب الحاله يا جماعه. يعني انت حر دي؟ يعني هخش اجيب لك ازازه ميه وافضيها في عبك. انا مش هتفرق معايا المايه زيك انت. طب يلا الحله يلا. عارفه حلتك فين؟ اه في المناخ الشفاف. انا عارفه حلتي فين. ما تمسحي احسن. لا مش بمسحها يا جماعه والله. ايه ماشي هات كده. عايز ايه؟ يلا البس الحاجة. طيب لو النبي لو اكبر الله اعظم على الظالم والمفتن. وانت فاكره كده مش هيمنع يعني؟ انا الطرحه يا ولاد والله حرام جديده، ده بيستهبل تقسم بالله. يخي ده بس. بص عشان ما تبصش عليها ميه والله. بس اقسم بالله هي باينه من ورا اللي هي نظيفه، بس هي بص من جوه الباريس بتاعت البتاع فيها اهي. والله ما هسيبه يا جماعه صدقوا بالله ما هسيبه. وانا مش هسيبك يلا. انا اقدر اسيبك؟ هتبقى صغيره هتخش في بقي. خدي يا اختي الكبيره اهي. يلا استنى يا احمد. اه انا كنت عاوزه تيجي على ودانك عشان الواحد يعمل لك كده. يلا ده يطرشنا يلا عشان ادم بيقدم بقى. وصلنا. الله اكبر الله اكبر. كان حد داولي؟ اه والله. يلا نقول كمان مره بقى في نهايه الفيديو، ادعوا لضحى ومين؟ وبشرى. وبشرى ربنا يا رب يرزقهم بالزوج الصالح يا رب ان شاء الله، ويعوضهم لك حق الاديه ويعوضهم يا رب. فادعوا لها يا جماعه بخالص الدعاء كده، بخالص النيه، عشان ربنا يا رب ينولهم اللي هم عاوزينه. والى اللقاء يا اصدقاء. كان حدا موعد. انت بتكتب ميكروفون جنب قدامك كده حطه ده. استني بقى ما تلخبطيناش بقى. كان حدا موعد اسمه ايه؟ اذان المغرب. اذان المغرب مغربون. اسكتي بس. يلا يلا يا رب كل فيديو عجبكم. يلا عشان الادام بقى. يلا 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 بسرعه. يلا يا رب كل فيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك. عاوزين لايك جميل كده وتعليق كويس. ويلا استنونا. اشتراك في القناة بالله عليكم وفي تفعيل الجرس بكلمة واستنونا في كل فيديوهات ان شاء الله. يلا باي. سلام.